علينا طريق فوت. لا لا ما رح فوت، عاوزك كلمتين رح استناك تحت بنحكي تحت. يلا خمس دقايق بكون عندك. علينا طريق. لك شبك والله وغوشني. ها علينا يا زون، شو كنت بدي اسألك؟ شو أخذنا اليوم؟ شو أخذنا اليوم؟ والله عرفت مين تسأل، أنا مخي كله مو بمدرسة خيو. بصراحة مو هاد السؤال، أنا بدي إياك تساعدني بشغلي. شو؟ بدي إياك تاخذ لي إذن أسبوع. إيوة أسبوع بس؟ مقللن والله، شلون بدي أخذ لك إذن أسبوع أنا؟ إذا بقول لك ما بتجيب سيرة لحدا؟ لك لا يا طريق، في بالعادة؟ خيو أنا رح أتجوز زينة. الله لا يوفقك على خبرية، شلون بدك تتجوز؟ بدي أتجوز، شو فيها يعني؟ ولك أنت ملاقي تاكل لتتجوز؟ طارق لا تنزع لي نهار يا الله يوفقك ولا تجدبها. لا تجدبها؟ عن جد اللي بياكل العصي مو مثل اللي بيعدها. أنت ما شفت شي بحياتك يا زلمة. أنا مقضية من المدرسة على الشغل ومن الشغل على البيت، لحتى طالع قسط المدرسة طبعاً. حتى وقت اللي بقعد بالبيت، أبي بفش كل خلقه فيني، وبيقلعني من البيت، بطلع على الدنيا بلاقي كل البواب مسكرة بوشي، ما بعرف شو بدي ساوي. بس باب زينة هو الوحيد اللي بيريحني. بحس إنه هي بتهتم فيني وأنا بحبها، وهي الوحيدة اللي بتعطيني هيك جرعة تفاؤل لقدام. أخي أنا اتخذت قراري وبدي أتجوزها. أنت كفو تساعدني ولا لا؟ لك لا يا طريق، أنا بفديك بروحي بس ما أناك مضطر يا زلمة. إذا ما بدك ما في مشكلة، أنا بدبر حالي. شو فيني ساعدك؟ تساعدني إنك تاخد لي إذن من المدرسة أسبوع بس بدون ما يعرفوا أهلي. لعيونك. لك أحلى يا زون، أنت رفيقي الحقيقي، أنت وبس. شو بدي أعمل؟ الله يسامحك يا طارق على هالعملة، بس أنا لازم خليها زواج وما يتم. بس المشكلة وعدته أنه ما أحكي لحدا، بس والله أنا مشانه إذا تزوجها راح يضيع. ممكن تسمعني شوي؟ روح قول له لرفيقك ما يحط وصاية بنوب، لأنه ما لفوتي على بيتي طول ما أنا عايش. عم هذا الحكي مو وقته بنوب هلا، ابنك واقع بورطة وما في حدا غيرك بيفكه منها. ورطة؟ إيه ورطة. فوت عمو فوت. لك عمو فهمني شو القصة؟ شو القصة؟ عم القصة إنه ابنك بكرة الساعة 12 الظهر بده يكمل نص دينه. بده يتجوز؟ إيه بده يتجوز، ومن وحدة أكبر منه بكتير. أنت متأكد عمو؟ لكن متأكد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عم هاي الورقة فيها عنوان المخلوقة بالتفصيل الممل، يا اليوم بتنهي الموضوع يا أما بكرة الصبح طارق بيكون متجوز. يسلم عمو. بدك مني شيء؟ سلامتك. وين طارق؟ ايش من حضرتك؟ انا ابو عم لك وينه؟ انا ما بعرف حدا بهالاسم. روحي هيك شوف. بابا امشي معي بلغ. انت مين سمح لك تفوت على بيتي؟ اطلع لبرا. لك مو عيب عليك تضحكي على الولد ها؟ مشان تخدعي نفسك والناس انه لساتك مالك عانس؟ اعمل لك اطلع لبرا يلا. ما بدك تمشي؟ اسمعوا له، انت من اليوم رايح بلد امي. وعدها بيت البيت ما بتدوسها. إذا بتشوفها لأمك قسما بالله رطلقها بالثلاثة. الله الله يغضب عليك. الله لا يوفقك. الله لا يعشقك الخير. الله لا يوفقك. ما يهمك
حياتي من ساعة. طارق ما حدا في يجبرك على شيء، يعني إذا ما بدك تتجوزني احكي. ليش أنتي شو دخلك؟ أنا ما بدي يكون سبب تعاستك، يعني بالنهاية هدول بيضلوا أهلك. لا أنا بدي أتجوزك. يعني دخلك شو رح ينفعك أبوك؟ وحياة عينك بكل حتى نتجوز، لحتى ركبك أحلى سيارة ولسلمك الصالون وكل شي بيطلع منه مصاري إلك يا حبيبي. ما رح خليك تعتاز حدا. بكره مثل ما اتفقنا الساعة 11 بننزل على القصر العدلي. اوكي؟ اوكي. لا تزعل حبيبي. وعلى قولة المثل اللي ببيعني بالفول بيعه بالاجور. صباح على خير. روح الله يسامحك يا يزن. طلعت ولا بعدين عم طمني شو صار معك. ما بدير شو رح تسوي؟ ما رح سوي شيء من هاللحظة. يضرب أمي والله يغضب عليه. طارق ما عنده فطير هون، بتفهمي؟ إذا تشوفي أنت طارق بتلاقي. ليش شو عامل؟ ابنك بده يتجوز يا خانوم، بده يتجوز وحدة من جيلك. يا هلا ليش؟ خذ من ايدي. هلا شو بعدك تضل مبوزم هيك؟ ما في شيء. خلص يا طارق انسى. نحن اليوم تجوزنا ولازم نكون فرحانين، ما لازم نكون زعلانين. قلي لشوف بدك تروح بكره على المدرسه ولا لا؟ بكره لازم روح على المدرسه. خلص لكن بتروح بسيارتي. سانس واقفي على قدك. ايه معلش امشي فيها شوي شوي، بدي كل رفقاتك بالصف يغاروا منك. ايها ايها تعال وخلي هالسن يبين والله لعوضك عن كل شي فاتك. حطيلي من هي. من هي؟ تكرم عيونك. لا انت سيارتك اوتوماتيك ولا عادي؟ سيارتي اوتوماتيك وحياتك. شو رأيك؟ بس اسمعني شوي شو ما خفجمت بفرق فجمي.
اخي اتركني، لا بدي اسمعك ولا بدي احكي معك. لك يا بني ادم فهم، هي مخلوقه عم تضحك عليك. اسمعي يا زاد، هي المره اللي عم تحكي عنها صارت مرتي، مرتي. يعني انا ما بسمح لك تحكي علي بهي الطريقه. ولك بكره رح تندم على كل شيء عم تعمله هلا، بكره لما بتختير قدامك وبتموت بعد سنتين رح تندم كثير. اخي اتركني اتركني. الله يعطيك عافيه شو غبي.